الله يجزيكم الخير الله يجزيكم الخير وهذا احد الاجزاء المتبقيه ربما هو فقط هذه الجزء الوحيد الذي بقي ساق على مكاسب هذه الطاوله يا شباب يا شباب معظم الطائرات التي كما ذكرنا هي عباره عن طائره رشاشه تم اسقاطها بصاروخ ميمطا جسد خنزير هناك جسده جسده وين جسد مجرب والله يا زلمه الله يا ياتك يا حربي